مرحبا بكم في قناة سنة بلا. اليوم جيت لكم بواحد المنظف ديال الزرابي والأفريشة اللي هو غزال غزال بزاف البنات، وبغيت نشاركه معاكم حتى نتوما الا بغيتو تنظفوا الزرابي ديالكم كل نهار به، ولا بغيتو تنظفوا السادة ديالكم ولا الفوطوي ديال التوب عندكم باش يجي ظهير التوب. هذا هو الحل. عندي هنا بيكربونات الصودا، هي كنستعمل اللي خاصكم ديروها بحال هاد القنينه هادي اللي كيكونوا فيها بحال هاد الثقابي اللي هما صغار. انا هنايا درت بيكربونات الصودا، كنزيد عليها زيت الاساس، كتختاروا اي زيت الاساس اللي نتوما كتستعملوه في البيت، انا اختاريت هذا. كيف كتشوفوا كتشوفوا زيت الاساس اللي نتوما كتستعملوه كتعجبكم الرائحه ديالو، كتكبوا حساب ملعقه صغيره ديال زيت الاساس. تحطوها هكا و تخلطي مزيان. ومن بعد كيولي عندك هذا كتنظفي فيه، تنظفي به عفوا الزرابي والفوطيات والسدادر، وكيحيد لكم كاع ديك الخمله ولا البكتيريا اللي كتكون في الفراش من العراق ولا شي حاجه اللي كتشد في السدادر هكا، وتتشد في الفوطيات، وكتشد في الخمله اللي كتشد في الزرابي. كنتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم وتشاركوا في القناه بالنسبه للناس اللي ما مشاركينش في القناه عندي. السلام عليكم ونهاركم مبروك.